يقول: عند زيارة المريض فهل يجوز أن يقدم له باقة من الورد؟ أم لا، هذا من يعمل بعض الناس الجهال، لا ما يقدم، يقدم له الدعاء، يقدم له الدعاء بالشفاء والعافية، الرقية يرقيه، أما الورد والزهر هذا ما هو بنافعه شيء، وهو من العادات السيئة. بعد إنسان ويعتقد فيه هذا شر، بعد شر في العقيدة. نعم.